أسعد الله صباحكم مشاهدين ومتابعين موقع قناة الأردن اليوم عبر مواقعها التواصل الاجتماعي. نحن الآن أمام مركز اقتراع مدرسة أجندين في منطقة البارحة في إربد، ومعنا مديرة المركز تضعنا في أحدث تفاصيل العملية الانتخابية منذ الساعتين الأولتين في هذا اليوم. سيد مجدولين، لو سمحتي عرفينا عن نفسك. صباح الخير، معكم مديرة المدرسة أجندين الأساسية للبنات، المديرة مجدولين سليمان في الدائرة. تفضل مجدولين، حكينا عن سير العملية الانتخابية في الساعتين الأولتين في المقر. في ساعات الصباح كانت بالنسبه للامور على ما يرام، الاقبال كان لحد الان يعني قليل، ممكن يعني بسبب ساعات الاستيقاظ الناس او بسبب انه الاجواء بعدها بارده، وان شاء الله سوف تزداد يعني الاقبال بعد في يعني اكثر شيء بتزداد في وقت الظهيره، ساعات الذروه مثلا ممكن تكون مثلا الساعه 1 الساعه 2 ان شاء الله. ما هي الإجراءات المتبعة صحيا داخل المركز؟ أكيد يعني هلأ إحنا في جائحة كورونا بنتبع الإجراءات البروتوكول الصحي من حيث التزام المقترعين بالتزام بلبس الكمامة، من حيث إشارات التباعد تم وضعها، وضع الكمامات، وضع الهايجين، أيضا كمان لكل مقترع له قلم خاص به يقترع إن شاء الله. أستاذ مجدولين، في حال تم عملية تشويش أو عملية تزوير من قبل أحد القادمين للانتخاب، ما هي الإجراءات المتبعة؟ إذا تم هاي الأمور يعني أي حدا تشويش أو كذا، ممكن إنه الاتباع الإجراءات القانونية اللي نستمدها من الهيئة، من تعليمات الهيئة حسب التعليمات إن شاء الله. كنا معكم مشاهدينا من أمام مقر أحد المراكز الاقتراع في محافظة إربد. محافظة إربد عدد الناخبين بها ما يقارب 816,000 منتخبا، يتنافسون على ست مرشحين لرئاسة البلدية وفي جميع في المناطق البلدية هنا. نترككم مع بعض اللقطات لدخول بعض الناخبين إلى المقر الانتخابي.